بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي وصحبه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أورد المصنف رحمه الله تعالى حديثين: حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في استئذان البكر واستئمار الأيم. وهذان الحديثان محلهما أنهما شرط من شروط صحة عقد النكاح، فإن من شروط صحة عقد النكاح رضا الزوج والزوجة، فلا بد من رضا المتعاقدين فيه. والحديث الأول الذي أورده المصنف هو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم. المراد بالأيم هي التي طلقت، والقاعدة عند أهل العلم أن المراد بالأيم هنا التي يشترط فيها أن يكون رضاها بلفظها، أن تكون مطلقة، أو يلحق بها كل من وطئت في قبل، لا بد أن يكون الطلاق فيه وطء، وكذا يلحق بها كل امرأة وطئت في قبل ولو كان الوطء في زنا، كذا نص فقهاؤنا. إذن العبرة عندهم بالرضا إنما هو بذهاب الثيوبة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم، خرج مخرج الغالب، إذ أغلب الأحيان إنما تزول الثيوبة بسبب الطلاق، بسبب زواج يتبعه طلاق، وأحيانا قد يزول بسبب وطء شبهة أو زنا. والدليل على أن العبرة إنما هو بذهاب البكارة وثبوت وصف الثيوبة الرواية الأخرى التي فيها عبرة الثيب أو التعبير بلفظ الثيب. هذه مسألة. المسألة الثانية في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم. جاءت رواية عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح اليتيمة، اليتيمة. فدلنا الرواية الأخرى على أن الأيمة إذا كانت بنت تسع فأكثر فإنه لا بد من إذنها، لا ننظر لسن البلوغ وإنما ننظر لسن التسع، لأن البنت وإن كانت بنت تسع فإنها تسمى يتيمة، وإذا بلغت فلا تسمى يتيمة. فالعبرة عندهم بأنها تكون بنت تسع. قال: حتى تستأمر، أي تؤمر بأن تتكلم بالإذن الصريح، لا بد أن تتكلم بالإذن الصريح. والمراد بالإذن الإذن بأمرين: الإذن بالتزويج، والإذن بتزويجها من شخص بعينه. ولذلك يقولون: لا بد في إذن الثيب من معرفة الزوج إما باسمه أو بوصفه الذي يتميز به عن غيره، كأن يقال: جاءك رجل من وصفه كذا وكذا من ماله وعمله وأهله ونحو ذلك. إذن فلا بد في لصحة الاستئذان في الاستئمار وغيره أنه لا بد من معرفة الزوج. قال: ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قوله: ولا تنكح البكر حتى تستأذن، هذا يدل على أن البكر لا بد فيها من الإذن، ولا يلزم أنها تستأمر فيكون صراحة. ولذلك قالوا: كيف يكون إذنها؟ فقال: أن تسكت، بأن تخبر بأنه قد تقدم لها زوج، وهذا الزوج من صفته ونعته واسمه كذا، ثم تسكت، لا تجيب لا بإجاب ولا بقبول، فحينئذ فإن سكوتها دليل على إذنها، وليس هذا استئمارا وإنما هو إذن. ومن باب أولى لو كان إذنها بالنطق، بأن تكلم
بأن تكلمت هذه المرأة فقالت نعم رضيت، فإن هذا من باب الأولى يعتبر إذنا. وألحق الفقهاء بالسكوت أيضا فيما لو بكت أو ضحكت، فإنهم يقولون إن بكاء البكر وضحكها علامة إذنها وهو أمارة رضاها. وهذا هو مشهور المذهب أن ضحك البكر وبكاءها له حكم سكوتها في الإذن بالتزويج. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مرد ذلك إلى العرف، فمن جرى في عرفهم ذلك بأن البكاء والضحك يكون علامة إذن فهو كذلك، وإلا فإن بعض الناس قد يكون في عرفهم أن بكاء البكر علامة عدم إذنها بأن يكون من شدة حيائها وقوة وليها إذا كان أبا طبعا، لأن الأذن هنا يشمل الجميع سواء كان أبا أو غيره، فقد يكون ما يمنعها من التكلم فقد تبكي بطريقة معينة فيكون ذلك علامة على عدم الرضا. ولذلك يقول أهل العلم إن الأفضل أن يكون استئذان المرأة عن طريق أمها، ويستحب أن تستأذن أمها في التزويج، لأن أقرب الناس للمرأة بكرا كانت أو أيما إنما هي أمها. الرواية الثانية حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. هذا الحديث فيه دليل، أو هذا الرواية فيها دليل على التفريق بين ولاية الإجبار وولاية الاختيار، وسنتكلم عنها بعد ذلك. قال وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر، فقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الثاني عند أبي داود والنسائي ليس للولي مع الثيب، المراد بالثيب هي من وطئت وزالت بكارتها في قبل ولو في زنا فإنها تكون ثيبا. قوله وليس لولي مع الثيب أمر أي ليس له يعني ولاية إجبار. قال واليتيمة تستأمر، فدل ذلك على أن مفهوم ما سبق أن غير الثيب للولي أمر عليها وهي ولاية الإجبار. هذان الحديثان فيهما من الفقه مسائل على سبيل السرعة. أول هذه المسائل أن الفقهاء أجمعت كلمتهم على أن الولاية الولي على موليته نوعان، إما ولاية إجبار أو ولاية اختيار. والمراد بولاية الإجبار هو أن يزوج الولي موليته، أن يزوج الولي موليته بدون رضا وإذن المرأة، وهذه تسمى ولاية الإجبار. وأما ولاية الاختيار فإنه لا يصح ابتداء تزويجه إياها إلا برضاها، فلا بد فيه من الرضا. وهذا هو الفرق بين النوعين ولاية الإجبار وولاية الاختيار. الأمر الثاني أن هذا الحديث يدل على أن ولاية الإجبار خاصة بالأب وليس لغير الأب أن يجبر موليته. والدليل على ذلك أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما جاء في رواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها، قال والبكر يستأمرها أبوها، فنص على أن الولاية للأب. فالرواية التي في الصحيح يستأمرها أبوها يدلنا على أن ولاية الإجبار خاصة بالأب دون من عداه. المسألة الثالثة معنا أن ولاية الإجبار ليست على كل امرأة، وإنما هي لبعض النساء دون بعض. فمشهور المذهب أن ولاية الإجبار تكون للأب على البنت البكر فقط دون من عداها. ودليلهم في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه أو عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها والبكر تستأمر. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء إلى قسمين، قسم أحق بنفسها وهي الثيب، والقسم الثاني يأخذ عكس الحكم الأول فيكون القسم الثاني ليست أحق بنفسها ويقابل الثيب البكر، وهذا يشمل الصغيرة والكبيرة معا. وهذا هو وجه استدلال فقهائنا رحمهم الله تعالى بقولهم إن ولاية الإجبار تثبت على البكر، دليلهم في حديث ابن عباس بوجه الدلالة واضح تقسيم النساء إلى نوعين.
الرواية الثانية في المذهب يقولون إن ولاية الإجبار إنما تثبت على الصغيرة فقط، وأما الكبيرة سواء كانت بكرا أو ثيبا فإنه لا تثبت عليها ولاية الإجبار. والدليل على ذلك اللفظ الثاني الذي رواه أبو داود قال: ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر، فجعل أن التي عليها أمر هي اليتيمة، واليتيمة هي الصغيرة، لأن المرأة إذا بلغت فإنها لا تسمى يتيمة، فدل ذلك على أن ولاية الإجبار إنما هي خاصة بالصغيرة دون الكبيرة. قال: وأما الرواية الأخرى حديث ابن عباس في قوله والبكر تستأمر، فإن هذا التقسيم ليس المراد به، يعني ليس الجملة الثانية تدل على جميع الحكمين، لأن هذا التقسيم يراد منه حكمان: الحكم الأول إثبات ولاية الإجبار، والحكم الثاني بيان صفة الاستئذان. فالجملة الثانية في قوله والبكر تستأمر وإذنها سكوتها هي لبيان صفة الاستئذان، وليس دالا على أن هذا هو ما يقابل القسمة الأولى، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن هذا الحديث خرج مخرج الغالب، فإن الحديث خرج مخرج الغالب أيضا هناك، يعني أن البكر غالبا هي التي تكون صغيرة. أيضا هناك إجابة ثالثة ذكرها الشمس الزركشي في شرحه على الخرقي، فقد بيّن أن المراد بالحديث إنما هو الرد والإجابة في الخطبة لا في العقد، وبناء على ذلك فإن الولي ليس له أمر مع الثيب في حال الخطبة، وأما البكر فليس لها مدخل في ذلك في العادة، لأن البكر تستحي في هذا الأمر من جانب، ومن جانب آخر أنها أي البكر تكون غير عالمة بأحوال الرجال وغير مطلعة عليهم، ولذلك فإنه لا بد من إذنها في النكاح بعد ذلك. هذا هو ما أجاب به الزركشي عما استدل به مشهور المذهب. المسألة الرابعة معنا في هذا الحديث أن البكرة على مشهور مذهب قالوا إن عليها ولاية الإجبار لأبيها، فقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم واليتيمة أو والبكر تستأمر، قالوا إن قوله تستأمر أو تستأذن في الرواية الأخرى، قالوا إن هذا محمول على الندب، في حديث ابن عباس قال تستأمر، وفي حديث أبي هريرة قال تستأذن، يقولون إن البكر في هذا الحديث محمول على الندب، وأما الثيب فإنه محمول على الوجوب. المسألة التي بعدها في قضية صفة الاستئذان وتكلمنا عنها قبل قليل، إنه لا بد من معرفة الزوج وصفته، والأمر الثاني أنه لا بد من الإذن الصريح من الثيب، وأما إذن البكر فإنه يكتفى فيه بسكوتها أو ما يلحق بسكوتها من البكاء والضحك ونحو ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. هذا الحديث فيه نهي عن هذين الأمرين: تزويج المرأة لنفسها وتزويجها لغيرها، فدلنا على أن المرأة لا يجوز لها أن تتزوج بغير ولي، وهذا سبق حكمه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الحكم الثاني في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزوج المرأة المرأة، فدل ذلك على أن المرأة لا تكون نائبة عن غيرها في التزويج، لا من باب الوكالة ولا من باب الولاية. من باب الوكالة فلا توكل المرأة في تزويج غيرها، فلو أن رجلا له أو ثبتت له الولاية على امرأة فوكل في تزويجها امرأة أخرى، نقول إن هذا التوكيل لا يصح، لأن القاعدة عندنا دائما أنه لا يصح التوكل فيما لا يصح فيه التصرف ابتداء. فالصبي الذي لا يصح عقده لنفسه فإنه لا يصح أن يتوكل عن غيره في سائر العقود المالية، لأنه لم يبلغ سن التمييز أو الرشد والبلوغ.
وكذلك المرأة فلما لم يصح لها أن تلي عقد نكاحها بنفسها فإنه لا يصح لها أن تتوكل عن غيرها في هذا العقد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة، أن المرأة لا تكون ولية في التزويج عن طريق ثبوت الولاية للوكالة، فليست من أهل العصبات، فليست من العصبات لتكون ولية ولو كانت معتقة. حتى المرأة إذا كانت هي المعتقة فإنها لا تزوج من كان تحت ولايتها. وهذا الحديث هو الذي قضى به أغلب الصحابة رضوان الله عليهم. نعم نقل عن بعض الصحابة كعائشة رضي الله عنها اجتهاد في هذه المسألة، وهو الذي أخذ به أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمة الله على الجميع، ولكن المقصود أن عامة الصحابة وجمهور أهل العلم على أن المرأة لا يجوز لها أن تتوكل في عقد النكاح عن غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. إلى هنا هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتتمة الحديث قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. ذكر المصنف أن هذا التفسير إنما هو مدرج من قول نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما كما ثبت ذلك في الصحيحين، وجاء في رواية في مسلم أن هذا التفسير إنما هو من أبي هريرة رضي الله عنه، ففي مسلم أن هذا التفسير إنما هو من أبي هريرة رضي الله عنه، ولا مانع من ذلك، فقد يكون ابن عمر فقد يكون نافع قد سمع ذلك من ابن عمر، وأبو هريرة سمعه من النبي، أو كلاهما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال أحمد: أذهب لحديث ابن عمر وأبي هريرة. وأما حديث معاوية رضي الله عنه فيما لو كان هناك صداق فإنه يسمى شغارا كذلك، فقال إن هذا تفرد به إسحاق، وإسحاق ممن لا يحتج بحديثه، كذا قال أحمد كما في رواية إسحاق بن منصور كوسجعا. هذا الحديث هو من الأحاديث المهمة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه عن الشغار، وقد ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار من حديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهم، حتى قال الشيخ تقي الدين في كتابه الجواب الصحيح أن النهي عن الشغار من الأحاديث المتواترة عند فقهاء المسلمين، وإن لم يكن قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه إلا من طريقين أو ثلاثة، لكنه من الأحاديث المتواترة، جاء من حديث أبي هريرة وابن عمر ومعاوية وغيرهم النهي عن الشغار. هذه الشغار، كلمة الشغار، قيل إنها أخذت في الأصل من فعل الكلب، لأن الكلب إذا أراد أن يبول أعز الله الحاضرين جميعا رفع رجله، فقالوا شغر الكلب ليبول. وهذا الفعل اشتق منه هذا الفعل أي عقد النكاح الشغار من باب التشنيع، فإن الشخص إذا شبه فعله بفعل محرم أو بحيوان محرم فإن هذا يدل على التحريم، كما مر معنا قبل حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 5 أوضاع فيها تشبه بالحيوانات في الصلاة، فدل ذلك على أن هذا من باب النهي، بل هو من باب شدة النهي، لأنه تشبيه بمستقبح. ولكن أهل العلم رحمهم الله تعالى قد ذكروا أن نكاح الشغار محرم، وهذا باتفاقهم أن نكاح الشغار محرم، ولكنهم اختلفوا هل نكاح الشغار باطل أم ليس بباطل. فمشهور المذهب المجزوم به ولم يخالف فيه إلا أبو الخطاب في الهداية، فقد نقل رواية تخريجا موافقة لقول أبي حنيفة النعمان أن نكاح الشغار صحيح ولكن الشرط فيه باطل، ولكن عامة أهل العلم وهو المجزوم به من المذهب وجها واحدا خلاف ما نقله أبو الخطاب تخريجا في مذهب أحمد أن نكاح الشغار باطل. ومعنى كونه باطلا أي أن النكاح يجب تجديده، ومن دخل فيه وهو عالم بتحريمه وفساده فإنه يؤدب بأن يقام عليه حد الزنا، والولد الذي نتج منهما قد يكون ولد زنا، لأنه إذا كان الزوج والزوجة عالمان بالتحريم والولي كذلك،
فإنه يكون ولد زنا، فإن كان جاهلا فإنه يكون وطأ شبهة. وقد مر معنا أن وطأ الشبهة يثبت فيه المهر المسمى، مر معنا قبل في حديث عائشة رضي الله عنها. ولكن لا بد فيه من إعادة العقد، ويكون العلم سبب الفرقة، فهذا هو مشهور مذهبه، هو قول جماهير أهل العلم في المسألة. لكن المسألة الثالثة معنا هي المهمة، ما العلة في النهي عن نكاح الشغار؟ لأن معرفة العلة مؤثرة في اختلاف الأحوال من صورة إلى صورة أخرى، فليس كل رجل زوج موليته لرجل آخر والثاني تزوج مولية الأول يكون نكاح شغار جزما، لا ليس كذلك. وقد اختلف فقهاء المذهب في العلة في النهي عن نكاح الشغار، فذهب القاضي أبو يعلى وهو الذي اعتمده المتأخرون كما في الكشاف وغيره أن العلة في النهي عن نكاح الشغار إنما هو التشريك، والمراد بالتشريك أي يجعل بضع كل واحدة من المرأتين مهرا للثانية، فيجعل مهرا لها، وهذا معنى التشريك. وبناء على ذلك فإن مشهور المذهب أنه لو سمي في هذا النكاح أن يزوج أحدهما موليته على أن يزوجه الآخر موليته، إذا سمي في هذا النكاح مهر حقيقي ليس مهر حيلة، فإنه في هذه الحالة يكون نكاحا صحيحا. ولو سمي من أحد الطرفين لأحد المرأتين مهر والأخرى لم يسمى لها مهر، فإنه حينئذ يكون صحيحا في جانب المرأة الأولى دون المرأة الثانية. إذن فقالوا إن العلة هو التشريك، لأن البضع لا يصح أن يكون مهرا. طيب، هذا هو الرواية الأولى في المذهب. الرواية الثانية في المذهب وذهب لها الموفق عليه رحمة الله في المغني، فإنه قال إن العلة فيه إنما هو تعليق العقد، بمعنى أنه قال لا أزوجك إلا إذا زوجتني. ونقول إن العقود كما مر معنا نوعان أو ثلاثة أنواع إن شئتم، عقود أو نقول نوعان، عقود يصح تعليقها على الشرط وعقود لا يصح تعليقها على الشرط، فلا بد أن تكون باتة. قال ومن العقود التي لا يصح تعليقها على الشرط عقود الأنكحة، فعقود الأنكحة ومشهور مذهب أيضا حتى البيوعات كلها لا يصح تعليقها على الشرط، فحينئذ لا يصح العقد لأنه علق على شرط، ولا بد أن يكون باتا، وهذا توجيه ابن الموفق بن قدامة. الرأي الثالث وهو اختيار الشيخ تقي الدين أنه قال إن العلة في النهي عن نكاح الشغار النص على نفي المهر. إذن عندنا حالتان، حالة يسكت عن تسمية المهر وهذا يسمى التفويض، والمرأة تكون مفوضة أو مفوضة سواء كان تفويض بضع أو تفويض مهر، وهذا يصح بإجماع أهل العلم للآية. والنوع الثاني أن ينص الولي والزوج ألا مهر بيننا، يقول ليس بيننا مهر، لا نريد منك ريالا واحدا. فالمذهب أن النص، انتبه معي، أن النص على نفي المهر حكمه حكم التفويض، فالنكاح صحيح ولكن يثبت لها مهر المثل. والرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين يقول لا، إن عقد النكاح إذا نفي فيه المهر، يعني نص اشترط ألا مهر بينهما، فإن النكاح باطل. قال وهذه هي العلة الأساسية، وإلا أن الشيخ ذكر علة أخرى في أن عقد النكاح، عقد نكاح الشغار نكاح باطل، لأنهما نصا على ألا مهر بينهما. هذا من جهة. من جهة أخرى طبعا أن الشيخ يبني على ذلك، يقول أنه إذا نفي المهر ما يصح، لابد أن يسمى أو يفوض، فحينئذ لا يصح. طبعا بنى عليها ما ذكرنا قبل قليل أنه يفرق بين التفويض وبين الصحة. الشمس الزركشي رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الروايات الثلاث وهي قول القاضي وما اعتمده المتأخرون وقول الموفق أبي محمد وقول الشيخ تقي الدين، قال وكل واحدة من هذه العلل الثلاث عليها مأخذ والتزام، أو ويلزمها لازم، فكل واحدة من هذه الثلاث قد يكون لها لازم. ولذلك لو قيل إن العلة قد تكون مركبة من الجميع قد يكون له وجه، قد يكون ذلك وجه، هذا من جهة. والشيخ تقي الدين كما نقل عنه الشيخ منصور في حواشيه على الإقناع ذكر أن الشغار وجه مخالفته للنكاح الصحيح من أربعة أوجه،
ومن هذه الأوجه أنها تقدم الإجاب، تقدم القبول على الإجاب، لأنه قال زوجني على أن أزوجك. فعلى العموم مسألة العلة في نكاح الشغار هي متقاربة جدا، وإنما يكون الفرق في بعض الجزئيات مثل فيما لو سمي فيها مهر أو نحو ذلك. نعم، الشيخ تقي الدين لما تكلم عن الحديث المتواتر قال إن المتواتر الذي يذكره الأصوليون وهو الذي يريده جمع كبير عن مثلهم يستحيل تواطؤهم على الكذب، قال هذا لا يمكن أن يوجد، وإنما الذي عناه أهل العلم المتقدمين من المتواتر المتواتر بين أهل العلم المشهور بينهم، وهذا هو مصطلح الأئمة المتقدمين كالشافعي وأحمد بالمتواتر. ثم ضرب لذلك أمثلة في عدة من الكتب ومنها الجواب الصحيح، فقال إن أمثلة المتواتر هناك متواتر حكما مثل سجود السهو، وسجود السهو كما مر معنا أن أحمد قال فيه أربعة أحاديث، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا أربعة أحاديث، ومنها نكاح الشغار، فإن نكاح الشغار متواتر عند جميع العلماء أنه منهي عنه، وإنما اختلفوا في تفسيره وفي علته وفي بطلان العقد به، وإلا النهي فيه ثابت. فهو يقصد أن المتواتر لا يلزم أن يكون في كل طبقات الحديث رواه جمع كبير عن مثله يستحيل تواطؤهم على الكذب. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وعلة بالإرسال. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قبل الحديث عن إسناده فيه إشكال على المذهب، لأن فقهاء المذهب يقولون إن البكرة تثبت عليها ولاية الإجبار، فكيف أن هذه المرأة البكر خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، أي خيرها في إمضاء النكاح وتفويته، يعني هل تمضي النكاح أم لا، أو أنها لا تفوت النكاح، فجعل أمرها بيدها أن تصحح العقد ابتداء أم لا. فلذلك أشكل هذا الحديث على قاعدتهم، هذا من جهة الفقه، وسيأتي إن شاء الله الإجابة عنه بعد قليل. وأما من حيث الإسناد والرواية فإن أهل العلم يقولون إن هذه المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت ثيبا ولم تكن بكرا، ولذلك يقول عبد الحق الإشبيلي في كتابه الأحكام يقول روي أنها كانت بكرا عند أبي داود والنسائي يقصد في الكبرى، قال والصحيح أنها كانت ثيبا، كذا جاء في أغلب الطرق، وقد ثبت في الصحيح أن الخنساء رضي الله عنها زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، فرد نكاحها. وبناء على ذلك فإن فقهاءنا أجابوا عن هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أنهم قالوا إن هذا الحديث لا يثبت، فإن الأئمة كأبي حاتم الرازي وأبي داود السجستاني رحمهم الله تعالى بيّن أن هذا الحديث لا يصح مرسلا عن ابن عباس، وإنما هو عن عكرمة مرسلا، فالثابت في هذا الحديث أنه عن عكرمة مرسل، كذا قال الأئمة كأبي حاتم وأبي داود. هذه من جهة. ومن جهة أخرى قالوا وإن صح، لأنهم كما تقرر معنا قبل أن فقهاءنا وجمهور أهل العلم يرون أن الحديث المرسل يحتج به بشرط أن لا يخالفه ما هو أصح منه، هنا طبعا خالفه ما هو أصح ما في الصحيح، لكن وإن صح فإنهم يقولون إن لفظ فخيرها هذا ليس معناه أنه رد نكاحها وفسخه ابتداء، وإنما خيرت لأن المرأة إذا كرهت زوجها سواء كانت بكرا أو ثيما ولو رضيت به في ابتداء العقد جاز لها أن تخلع تفسخ النكاح بالخلع، فينفسخ بالخلع بأن ترد العوض، فيكون تصحيحا للعقد الأول، ثم بعد ذلك يكون من باب الكراهة، كما جاء أن خولة بن ثعلبة رضي الله عنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن قيس بن ثابت يعني أراه قبيحا، مع أنه روي في بعض الأخبار أن قيسا كان جميلا، قالت وأكره الكفر بعد الإيمان، فدل ذلك على أن فرد النبي صلى الله عليه وسلم أو فقال لها أتردين إليه حديقته، قالت نعم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها تطليقه. فيكون هذا الحديث هو من باب الخلع وليس من باب فوات شرط عقد النكاح وهو الرضا، وبذلك تجتمع الأحاديث وتأتلف كما ذكر فقهاؤنا رحمة الله عليهم. نعم، سمي شيخنا لابد أنه جدد إلا عند أبي حنيفة، فقط أبو حنيفة
لأن أبا حنيفة يرى أن العلة هنا هو عدم وجود المهر، ولا يفرق بين نفي المهر وبين السكوت عنه، فيقول إن العقد صحيح، لكن جماهير أهل العلم على أن العقد غير صحيح. وبناء عليه فنقول يجب أن يجدد العقد، كذا يقولون. لكن الكلام ما هي هذه الصورة؟ هل تدخل في الشغار أم لا؟ يعني لو سمي مهر حقيقي ليس مهر حيلة، هل يسمى شغارا أم لا؟ المذهب لا، لحديث نافع، وأحمد قال أذهب إليه، وأما حديث معاوية فإنه معلول عله أحمد، فلذلك قال أذهب بحديث، وكونه ثبت الصحيح أنه من قول أبي هريرة، فكونه يتواطأ اثنان أو جماعة على تفسير حديث بمعنى يدل على أنهم قد سمعوا ذلك. ولذلك ذكر التلمساني في كتابه مفتاح الوصول أن الأحاديث النقلية نوعان، أصل في ذاته وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك كلام الله جل وعلا، قال وأصل بلازمه وهو الإجماع وقول الصحابي، فإن الإجماع لازمه أن هناك نقل ولكن لم يصل إلينا، وأما قول الصحابي بشرطه الذي يعتد به فإن كان فيه خلاف فإن قول الصحابي ليس بحجة، لكن إذا لم يكن له مخالف فإن قول الصحابي لازم لدليل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فقول الصحابي مستنده قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت قبل قليل عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا كان لم يسمى مهر بينهما فإنه حينئذ يجب أن يجدد عقد النكاح، يمتنع منها، لأن مر معنا في الدرس الماضي أن العلم كمثابة التطليق، ليس هو تطليق وإنما كالتطليق، فمن حين يعلم بالحكم يجب أن يوقفه ويجدده. طيب إن كان بينهما ولد فالولد صحيح للشبهة، فمن يزوج هذه المرأة إن كان أبوها غير حاضر؟ يزوجها ابنها، لأن الابن هو الذي يقوم بالولاية، ولذلك قد يكون التجديد عن طريق الولد، وهكذا ضعفه أحمد اللي هو حديث قصة مروان هذا. نعم ضعفه أحمد إسنادا الإمام أحمد، نحن ننقل كلام أحمد، أنا لا أصحح ولا أرجح شيء، كل درسنا في كلام أحمد وأصحابه. سمش. ثابت عن أبي هريرة في صحيح مسلم هذا التفسير يا شيخ، ثابت عن أبي هريرة، لا هذا التفسير ثابت عن أبي هريرة غير نافع. هو الباطل الفرق عدم الصحيح نوعان، فاسد وباطل، الباطل المجمع عليه والفاسد المختلف في صحته، فإن قلت فاسدا لخلاف أبي حنيفة فيسمى فاسدا لخلاف أبي حنيفة. جزاك الله خير. سم شيخنا. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم، هذا الحديث الحسن عن سمرة رضي الله عنهما جميعا، الحسن وسمرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، قال رواه الإمام أحمد وحسنه الترمذي. وهذا الحديث فيه علتان في الحقيقة، قبل أن أتكلم عن الإجابة عن هاتين العلتين ومن صححه من كبار أئمة أهل الحديث. العلة الأولى أن هذا الحديث اختلف فيه على الحسن، فمرة جاء من طريق الحسن عن سمرة كما هنا، ومرة جاء من عن الحسن عن عقبة بن عامر، وقد رجح الأئمة كالترمذي وغيره أن الصواب فيه عن الحسن عن سمرة، ولذلك قال الترمذي في السنن الحسن عن سمرة هو الأصح، وهذه العلة غير قادحة عند أهل العلم، وإن كان بعض أصحابنا رحمهم الله تعالى يقولون لما جاء من حديث الحسن عن عقبة وعن سمرة معا، فلربما كان قد نقل إلى الحسن من طريق هذين الاثنين وهو من كبار التابعين ولا شك. الأمر الثاني أن الحسن عن سمرة معلوم أن فيه كلاما اللي هو سماع الحسن من سمرة، وقال بعضهم إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة فقط، ولكن قد ذكر الحارثي في شرحه للمقنع أن الأصل أن حديث الحسن عن سمرة إنما هو صحيفة، قال ومذهبنا أن الصحيفة الوجادات أنها حديثها مقبول، ولذلك ذكر الحارثي في شرح المقنع طبعا في غير هذا الحديث أن حديث الحسن عن سمرة الأصل فيه أنه محمول على الاتصال، لأنه سمع منه أحيانا، سمع منه بعض الأحاديث ما لم يثبت أنه قد رواه عن غيره، وهذا يعني رأي وسط. ولذلك هذا الحديث مع وجود هذه العلة حسن هذا الحديث الترمذي، وصححه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وصححه الحاكم وغيرهم من أهل العلم الكبار، وأبو حاتم وأبو زرعة من أئمة هذا الحديث ومن أئمة هذا الفن ولا شك.
فهذا الحديث محمول على الاتصال، مع أن كثير من أهل العلم يقول إن هذا الحديث تصحيحه مبني على تصحيح سماع الحسن من سمرة، وسبق كلام الحارث في الإجابة عن ذلك. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. قوله فهي للأول، الأول يحتمل الأول استحقاقا، ويحتمل أن يكون الأول زمانا. فمعنى قولنا إنها الأول استحقاقا، معنى ذلك أن المرأة إذا كان لها وليان أبعد وأقرب فزوجها الأبعد مع وجود الأقرب فإن النكاح يكون باطلا، لا يصح أن يزوج الأبعد مع وجود الأقرب. وهذا المعنى ذكره بعض أهل العلم، وإن كان أهل العلم غالبا يحملون هذا الحديث على أن الأول المراد به الأول زمانا. طيب، ومتى يكون المراد الأول زمانا؟ نقول إذا كان المرأة وليان قد استويا في الاستحقاق، مثل أن المرأة لا يكون لها أب ولا ابن ولا جد، أو نقول لا، بل نقول إما أن يكون وليها ابنها أو أن يكون وليها أخوها، وكان لها أكثر من ابن، ابنان فأكثر، أو كان لها أخوان فأكثر. طبعا لا يتصور في الأب أن يكون لها أكثر من أب، ولا الجد كذلك. فالمرأة إذا كان لها أولياء قد استووا في الدرجة كإخوتها وأبنائها، فمن يكون الولي منهم؟ نقول إن الولي منهم من اختارته هي، فتختار المرأة من إخوانها من ترى أنه يجوز، من ترى أنه يكون موجبا في عقد نكاحها، تختار هي. هذا هو مشهور المذهب، أنها تختار، وليس يقدم الأكبر على الأصغر، ولا يقدم الأدين على غيره، بل لا بد أن يكتفي فيه الشروط، والشروط أن يكون عدلا مسلما، وأن يكون بالغا، لأن من لا يصح تصرفه لنفسه لا يصح تصرفه لغيره. طيب، إذا وجد لها وليا، فإن أذنت لأحد الوليين دون الثاني، إن أذنت لأحد الوليين دون الثاني فتزويج الثاني غير صحيح، لأنها لم تأذن له به، فيكون هذا من باب الأول استحقاقا. الصورة الثانية، إذا كان لها وليان وأذنت للوليين معا أن يزوجها، قالت للوليين زوجوني من شئت، إذن مطلق، زوجني من شئت، فزوجها أحدهما قبل الثاني، فنقول إن الزواج الأول صحيح والزواج الثاني باطل، لأنه جاء في محل غير مناسب، ما يمكن شغله، والمشغول لا يشغل. وبناء على ذلك فإننا نقول إن الزواج الأول هو الصحيح والثاني غير صحيح، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي للأول منهما. الصورة الرابعة معنا، أو الثالثة إن شئتم، لا أعلم كم العدد، قالوا إذا كان المرأة وليان في درجة واحدة وفي الاستحقاق، وأذنت للجميع أن يزوجاها، فزوجاها اثنين إما في وقت واحد، أو لا نعلم أي الزوجين زوج أولا، ما نعلم، كلهم يوم السبت، لكن ما ندري أي ساعة بالضبط، أو كانت المرأة بعيدة عنهم وهكذا. فالفقهاء يقولون إنه في هذه الحالة يقعان باطلان، فلا يصح العقدان أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهي للأول منهما، ولا يوجد هنا أول، ولا يمكن اجتماع العقدين، ولا نقول إن المرأة تختار أي الزوجين، لأن قلنا لو اختيار معناه أن العقدين أصبحا موقوفين، ولا يمكن أن المرأة يكون عقد عليها عقدان موقوفان، عقد واحد موقوف مقبول، لكن عقدان موقوفان لا يصح. وبناء على ذلك فنقول إن العقدين باطلان، ويجب عليها أن تجدد العقد لمن رضيت من هذين العقد، من رضيت من هذين الرجلين. نعم. إذا ترجح أحد هاتين المسألتين بقرائن، بزمن، إذا ثبت بزمان، بقرائن من جهتها هي الآن الاتصال، وقالت لا فلان اتصل بي قبل الظهر والآخر اتصل، إذا هم قاعدة الفقهاء يقولون إذا لم يعرف فيرفع للقضاء، يرفع للقضاء، فإن اختارت هي اختيارا لابد أن يثبت بقضاء بشهود وبينة، لابد شهود، لابد شاهدين، والمذهب لا يقبل في القرائن، سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب القضاء، لا يقبل في الإثبات إلا شاهدين، ولا يثبت القرائن،
وهل يقبل إقرارها هي؟ فيها روايتان في المذهب. لو قالت نعم هي التي شهدت، قالت هذا قبل الثاني، فيها روايتان. ومشهور مذهب أن قولها أن فلان قبل فلان مقبول، إذا قالت هي جازمة ليست مترددة وإنما جازمة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان. نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. قال رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الترمذي. والترمذي حينما روى هذا الحديث قال إنه قد جاء من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، قال: وقد تكلم فيه بعض أهل العلم، أي في عبد الله، ولكن عبد الله بن عقيل قد احتمل حديثه وقبله جمع من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد وكذلك يحيى بن معين وكثير من أهل العلم قبلوا حديثه، ولذلك صحح الحديث الترمذي وابن حبان وغيرهم. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان. المسألة الأولى أن العبد إذا تزوج ولم يجز سيده نكاحه فإن نكاحه باطل باتفاق أهل العلم، لا خلاف في ذلك. نقل هذا الاتفاق ابن المنذر والشيخ تقي الدين بن تيمية. المسألة الثانية أن العبد إذا تزوج بغير إذن وليه ثم بعد ذلك أذن وليه بزواجه، يعني كان إذنه متراخيا عن العقد، فهل يصح عقده أم لا؟ فمشهور المذهب أن العقد لا يصح، ودليلهم أمران. الأمر الأول ظاهر الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، ولم يستثن من ذلك إذا رضوا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن قاعدة المذهب مضطردة، أن العقود الأنكحة لا يصح أن تكون موقوفة على الإذن، فهي إما أن تقع صحيحة وإما أن تقع فاسدة ابتداء، لأن هذه العقود يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها من العقود المالية. فلا نقول إنه عقد موقوف، يعني صحيح لكنه موقوف على الإجازة. وأما الرواية الثانية في المذهب فهي وهي اختيار الشيخ تقي الدين، فإنه يرى أن العقد إذا أجازه من له حق الإجازة وهو مولاه فإنه حينئذ يصح العقد، لأن الرواية الثانية في المذهب تتوسع جدا في قضية العقود الموقوفة. وأما الرواية الأولى فيثبتون، المشهور المذهب يثبتون وقف العقود لكنهم أضيق، والرواية الثانية يتوسعون في بيع الفضول وفي بيع ما لا يملك وفي أشياء كثيرة جدا يثبتون العقود الموقوفة أكثر من المذهب من الرواية الأولى، والأولى يعني يوجدون العقود الموقوفة لكن بنطاق أقل. نعم، طبعا لا نتوسع في هذا لأن العبد الآن لا يوجد أرقى منذ عقود طويلة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، أي لا يجمع بين هاتين المرأتين في عقد النكاح. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع، أي لا يجمع بينهما في عقد واحد، فإذا جمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها في عقد واحد وقع العقدان باطلان، أو وقع العقدان باطلين، هذا من جهة. والأمر الثاني أي لا يجمعان في مطلق النكاح، فلو تزوج امرأة ثم تزوج عليها عمتها أو خالتها أو تزوج عليها ابنة أخيها أو ابنة أختها فإن العقد الثاني يكون باطلا، يكون العقد الثاني باطل ولا يصح. وهذا من العقود الباطلة المجمع عليها، لأن أهل العلم أجمعوا على أن هذا العقد عقد باطل. وقلت لكم قبل أن الفرق بين العقد الباطل والفاسد أن العقد الباطل هو المجمع على تحريمه، وأما العقد الفاسد فإنه المختلف في تحريمه. وقد بني على الفرق بين العقد الباطل والفاسد مسائل، من هذه المسائل أن العقد الباطل حكمه حكم الزنا، ولذلك يقام على صاحبه حد الزنا. وأما العقود الفاسدة المختلف فيها مثل ما سبق معنا في عقد الشغار ومثل النكاح بلا ولي فإنه لا يقام الحد على المتأول ولا على غيره، طبعا غير المتأول العالم الذي يدخل في عقد الفاسد مع علمه بفساده، في خلاف على روايتين في المذهب هل يقام عليه الحد أم لا، ومشهور المذهب أنه لا يقام عليه الحد. هذا الحديث قلت لكم لم يخالف فيه أحد بحمد الله عز وجل إلا أهل البدع من بعض الطوائف الخوارج ومن بعض الطوائف
الإمامية وغيرهم خالفوا هذا المسألة كما نقل عنهم. آخر مسألة في هذا الحديث طبعا لماذا وجه مخالفتهم؟ قالوا لأنه من السنة ولا نعتمد إلا على القرآن، والله عز وجل إنما نهى في القرآن عن الجمع بين المرأة وأختها وأن تجمعوا بين الأختين، وأما ما عدا ذلك فإننا لا نحتج إلا بالقرآن. وهذا الكلام خطير جدا، وللأسف أيها الإخوة إنه الآن نبتت نابتة من يتكلم وهم من أهل السنة بهذا الكلام، وإنما دعواهم ومستندهم وحجتهم مبنية على كلام أهل البدع من الخوارج من الإباضية وغيرهم، هم الذين ينتصرون إلى أن إلى أنه أحاديث الأحاد لا يحتج بها. ومن قال إن أحاديث الأحاد لا يحتج بها فهو في الحقيقة يريد هدم الدين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول ما جاءنا من كتاب الله قبلناه وما جاءنا من السنة رددناه، قال: ألا وإني وأوتيت القرآن ومثله معه. فلا يمكن أن يكون قوام هذا الدين إلا بالجمع بين الكتاب والسنة. وقد تتبع بعض أهل العلم الأدلة في كتاب الله عز وجل على حجية السنة، فوصلت الأحاديث في حجية السنة أو فصلت الآيات التي تدل على أن السنة حجة إلى أكثر من 550 دليل آية في كتاب الله كلها تدل على أن السنة حجة، ولو لم يكن منها إلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وغير ذلك من الصيغ الكثيرة في كتاب الله عز وجل. ولذلك فإنه يعني اتفقت كلمة المسلمين بطوائفهم على أن الذي يزعم أن لا حجة إلا في القرآن وحده وهم الذين يسمون بالقرآنيين أنهم ليسوا بمسلمين، وهذا حكى الإجماع عليه كثير من سائر الطوائف. لكن ماذا أتى الشيطان؟ أتى الشيطان لبعض الطوائف، فلما وجدوا أن القرآن مليء بإثبات حجية السنة أدخل لهم طاغوتا كما عبر ابن القيم في الصواعق، أدخل لهم طاغوتا فجعلوه سببا لرد الأحاديث وقالوا نفرق بين أحاديث الآحاد والمتواتر، فالمتواتر لا نقبل من السنة إلا المتواتر وما عداه فلا. ولو أردت أن تطبق كلام هؤلاء أهل الكلام في المتواتر على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلن تجد إلا حديثا واحدا فقط يصدق عليه أنه رواه جمع كبير عن جمع كبير إلى المسندين، وأما بعد المسندين فإنما نروي بالوجادات. وهذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولعل في ذلك حكمة لكي نعلم أن الذين رووا الحديث من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعدهم إنما كان هذا الحديث نصب أعينهم، وأنهم كانوا مراعين لصحة هذا الحديث، فألمح هذا الحديث إلى أن السنة حجة وإن لم تأتي بطريق التواتر. فالمقصود من هذا كله أن القول بأن لا حجة إلا في الأحاديث المتواترة قول باطل وهو هدم للدين. وأبسط جواب عن ذلك: سل هذا الرجل كيف عرفت الصلاة أنها خمس وأن الظهر أربع والعصر كذلك وسائر الصلوات كذلك، فأتحداه أن يأتي بحديث متواتر على شرط أهل الكلام يوجد فيه ذلك. وإنما التواتر عند علماء أهل الحديث من التابعين فمن بعدهم كما عبر به الإمام الشافعي ومالك وأحمد وغير من أهل العلم وكذا أبو حنيفة، هو ما كان مشهورا عند العلماء ويعرفونه تماما التي تثبت الأحكام الكلية. نعم هناك أحكام جزئية قد يكون فيه اختلاف في صحة الحديث وضعفه وعدم وروده لأهل الكوفة وبقاء الحديث مدني أو بقاء الحديث بصري أو شامي وغير ذلك، فبعض الأحاديث قد تكون بصرية وبعضها شامي وبعضها كوفي وبعضها مدني وبعضها مصري وهكذا، فلا تنتشر إلا عند أهل بلد. هذه هي التي قصدها متقدم أهل العلم بعدم المتواتر. فالمقصود من هذا أن هذا من الأمور المجمع عليها، ولذلك حكى أهل العلم أن هذا العقد باطل، يجب أن يقام حد الزنا على من تزوج مع عمته وخالته ولا ينسب الولد له. آخر مسألة في هذا الحديث أن أهل العلم أخذوا من هذا الحديث ضابطا، وهو أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرض أن أحد هاتين المرأتين ذكر والأخرى أنثى، فإنه لا يجوز زواج أحدهما بالآخر، فحينئذ لا يجوز الجمع بينهما. إذن المرأة مع عمتها والمرأة مع خالتها والمرأة مع عمة أمها والمرأة مع عمة أبيها وهكذا، كل امرأتين لو فرضنا أن إحداهما ذكر والأخرى أنثى فلا يجوز زواجه بها، حينئذ لا يجوز الجمع بينهما. وأخذ هذا الحديث من أو أخذ ذلك من حديث أبي هريرة وابن عباس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم. وفي رواية له: ولا يخطب. زاد ابن حبان: ولا يخطب عليه. نعم، هذا حديث عثمان رضي الله عنه، بل حديث أبان ابن عثمان عن أبيه عثمان رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا ينكح أي لا يتزوج، سواء كان رجلا أو امرأة. ولا ينكح أي لا يكون وليا في عقد النكاح في المرأة، ولا يكون كذلك وكيلا. إذن قوله لا ينكح لا يكون زوجا ولا زوجة، فلا يصح زواج الرجل والمرأة إذا كان محرمين، سواء كان الإحرام بعقد بعمرة أو بحج. وقوله ولا ينكح سواء كان بعقد ولاية بأن كان وليا على المرأة أو وليا على الصغير الصبي، أو بعقد وكالة. فالمحرم إذا وكل غيره فلا يصح توكيله، وكذلك إذا وكل المحرم فلا يصح كذلك. هناك مسألة في قضية هل العبرة بالأداء أم بالوجوب، إذا وكل قبل الإحرام فزوج أثناء الإحرام، هذه مسألة أخرى يعني يحتاج بسطها إلى تفصيل. هذا الحديث أصل في أن عقد النكاح من المحرم باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح. والأصل في النهي أنه يقتضي الفساد والبطلان، وعلى هذا أكثر أهل العلم أن نكاح المحرم باطل إذا قلنا أنه محرم، ثبت أنه محرم بذلك. وهذا الحديث يعني رواه مسلم كما ذكر المصنف، لكن الإمام أحمد ذكر أن له علة خفية، لأنه جاء من طريق أبان عن عثمان، قال: وأبان لم يسمع من أبيه عثمان، لكن له طرق تعضد هذا الحديث. بعض أهل العلم قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح معناها لا يطأ، ولذلك صحه عقد المحرم، ولكن نقول هذا غير صحيح لأوجه. الوجه الأول أننا نقول إن قوله لا ينكح إنما المقصود به العقد، وهذا الذي فهمه عثمان راوي الحديث رضي الله عنه. فقد جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما لما أراد ابنه أن يزوج ابنته قال: لا تزوجه، وأمره بإعادة عقد النكاح، ثم قال: قال لي عثمان. فدل على أن الصحابة كعثمان بن عمر فهموا أن نكاح المحرم نكاح باطل، وهذا الذي فهمه كثير من الصحابة، نقل عن عدد كبير من الصحابة. هذا من جهة. الجهة الثانية في قول أن الرواية الأخرى التي جاءت أيضا في الصحيح قال: ولا يخطب. ولا يخطب، فكونه قد نهى عن الخطبة دلنا على أن المراد إنما هو العقد، وليس المراد الوطء، وليس المراد الوطء. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: المسألة الأولى أن نكاح المحرم أصالة عن نفسه أو وكالة وولاية على غيره نكاح باطل للحديث، وهو فهم الصحابة رضوان الله عليهم لذلك، ولم يخالف من الصحابة في هذا الأمر إلا ابن عباس، وسيأتي خلافه بعد قليل. الأمر الثاني أن هذا الحديث يؤخذ منه أن المحرم إذا خطب امرأة أو خطبت في أثناء الإحرام فإن الخطبة مكروه وليس محرما كالعقد. وسبب الكراهة الحديث قالوا: لأن الخطبة تكون سببا للإفضاء للمحرم. الخطبة تكون سببا للإفضاء للمحرم، فحينئذ يحرم ما كان من باب السبب، مثل الشخص إذا كان محرما فأشار إلى غيره للصيد فإنه يحرم عليه أن يشير، وإن لم يصطاد بنفسه أو يأكل من الصيد أو يصطاد له، فمجرد الإشارة يحرم. فكذلك الخطبة فنقول إنه يعني تكون مكروهة، ولم نقل إنها محرمة، لأن الغرض، انتبه للعبارة، لأن الغرض من النهي هنا إنما هو عقد النكاح، وعقد النكاح قد يتأخر عن وقت الإحرام، فحينئذ يصح العقد، بخلاف الإشارة المحرم للصيد، فإن إشارة المحرم للصيد يحرم، لأنه إذا أشار وهو محرم فسوف يصطاد وهو محرم، فالوقت بينهما متقارب، وذلك قالوا إن خطبة المحرم مكروهة والإشارة للصيد محرمة. هذا وجه أهل العلم. طيب، قول أيضا قوله ولا يخطب، أيضا نأخذ منها حكما آخر، نقول إن الخطب إن الخطبة مكروهة سواء خطب لنفسه أو خطب لغيره لمحل، وهذا معنى قوله ولا يخطب عليه. ولا يخطب عليه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى:
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهي عمة ابن عباس رضي الله عنه، وهي خالة ابن عباس رضي الله عنهما، قال: وهو محرم. روى ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، ثم أخذ منه وخالف جمهور الصحابة رضوان الله عليهم، فرأى أن المحرم يجوز له أن يتزوج ويعقد عقد النكاح وهو محرم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة في عمرة القضاء عليه الصلاة والسلام، وقد جاء أن زواجه بها كان بسرف. طبعا كانت ميمونة في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، واختلف أين كان وقت عقد النكاح، فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تزوجها وهو محرم. والصحيح أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوجها وهو محرم، وإنما تزوجها وهو حلال، وابن عباس رضي الله عنهما أخطأ في ذلك. ووجه خطئه من جهات: الجهة الأولى أن ابن عباس رضي الله عنه حكى ذلك وقد كانت عمرة القضاء أو القضية، وكان عمر بن عباس رضي الله عنهما 10 سنوات، وغالبا من كان عمره في هذا السن لا يكون إدراكه كإدراك من هو أكبر منه سنا. هذا واحد. الأمر الثاني أن التي عقدت النكاح وهي ميمونة رضي الله عنها ثبت في الصحيح أنها قالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. ومن أعلم، ميمونة رضي الله عنها أم ابن عباس بالعقد؟ فهي أعلم من ابن عباس بذلك. والأمر الثالث أن الرسول الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة والعباس رضي الله عنه، لأن وليها كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو رافع مولاه أو أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عند الإمام أحمد وغيره أن أبا رافع رضي الله عنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال. إذن المرأة نفسها والرسول الذي كان بينها وبين وليها وبين النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما يثبت أن عقد النكاح إنما كان في حال الحل لا في حال الحرم، في حال كونه محرما عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإن ابن عباس رضي الله عنه كان صغيرا ووهمه أهل العلم، فإن من أعلم الصحابة رضوان الله، من أعلم التابعين بأخبار الصحابة سعيد بن المسيب، ولذلك قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: وهم ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك، في قوله إنها تزوجها وهو محرم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث مسلم عن ميمونة، بل رواه الشيخان عن عقبة بن عامر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. هذا الحديث يدل على أمرين ابتداء، ثم سأفصل في هذين الأمرين. فيه دليل على أن الشروط تستحق الوفاء، جميع الشروط في جميع العقود، لأنه قال: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. لم ينفي أن عقد البيع وسائر العقود تستحق الوفاء، وإنما قال: إن عقد النكاح هو أحقها بالوفاء، فغيرها حقيق بالوفاء أيضا. فدل هذا الحديث على أن الشروط تجوز في عقد النكاح وفي غيره من العقود مطلقا، وهو دليل على الرواية الثانية في المذهب المعمول بها عند جميع المسلمين الآن، خلافا لمشهور قول العلماء جميع المذاهب جميعا، أنه يجوز في سائر العقود شرط وشرطان وثلاثة وعشرة ومئة ومئتين ما دام الشرط ليس محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشروط، وهو جمع. المسألة الثانية أن الشروط في عقد النكاح هي من أولى الشروط وأولاها وأحقها بالوفاء، هي أحق الشروط بالوفاء عقد النكاح، لخطورة هذا العقد وهو عقد النكاح وشرفه، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء به. والزوج إذا كان قد شرط عليه شرط فلم يفي به، ما الذي يترتب على ذلك؟ نقول إن الشرط إذا كان صحيحا ولم يفي الزوج بذلك، فإن المرأة يكون لها الخيار بين أمرين: بين الرضا ببقاء الزوجية وإسقاط هذا الشرط، وبين حق الفسخ، فيحق للمرأة أن تطلب الفسخ مجانا من غير عوض. فلو أن امرأة اشترطت على زوجها
أن يسكنها بيتا صفته كذا وكذا فلم يسكنها ذلك البيت، فلها الحق أن ترفع للقضاء فيفسخ العقد القاضي العقد بينهما مجانا بلا عوض. نعم. والشروط ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى أن الشروط التي تكون في عقد النكاح 4 أنواع: شروط هي من مقتضى عقد النكاح فوجودها وعدمها سواء، مثل أن تشترط المرأة قسما أو مبيتا أو نحو ذلك، أو أن تشترط ولدا ونحو ذلك، هذه الأمور هي من مقتضى عقد النكاح فوجودها وعدمها سواء ويلزم الوفاء بها قطعا. النوع الثاني من الشروط في عقد النكاح نقول الشروط التي يكون لأحد الزوجين غرض صحيح باشتراطه، مثل أن تشترط المرأة بيتا معينا أو صفة معينة في المهر، أو تشترط عدم إخراجها من بلدها، أو تشترط أجلا معينا، وهكذا من هذه الأمور. وهذه الشروط ذكروا أنها تصح ولو تعددت، ولو تعددت. النوع الثالث من الشروط قالوا الشروط التي تخالف مقتضى العقد عكس الشرط الأول، الشرط الأول التي هي من مقتضى العقد، هذه الشروط التي تخالف مقتضى العقد. ومعنى كونها تخالف مقتضى العقد أي أن هذه الشروط تنفي شيئا يثبته العقد، مثل أن يشترط الرجل على امرأته ألا مبيت لها، أو لا قسم لها، أو يشترط عليها ألا ولد بينهما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وغير ذلك من الشروط كالنفقة، وغير ذلك من الشروط المتعلقة بعقد النكاح التي تخالف مقتضى. فيقولون إن كل شرط في عقد النكاح خالف مقتضى العقد فإنه حينئذ يكون شرطا فاسدا في نفسه، ولكن عقد النكاح صحيح. ومن أشهر الصور في ذلك فيما لو تزوج رجل امرأة واشترط عليها أن ليس لها نفقة بناء على أن عندها دخل مادي يكفيها، فنقول إن هذا الشرط باطل ولكن عقد النكاح صحيح، فيلزمه أن ينفق عليها إلا أن تسقط حقها عما مضى، وأما ما استقبل فإنه لا يلزمها أن يعني يسقط برضاها الأول، إذ كل يوم منفصل عن اليوم الذي يليه، لا في القسم ولا في النفقة ولا في غيرها. هذا من جهة. لو أن رجلا تزوج امرأة واشترط أن ليس لها مبيت، قال لا أريد أن أبيت عندك، ليس لك ليلة، فنقول إن المرأة لها الحق أن تبطل هذا الشرط إذا لم ترضى به بعد ذلك، وإن وجد في عقد النكاح ورضيت به ابتداء. وبناء عليه فلو أن الرجل لم يبت عندها، وقد مر معنا أن المبيت يجب على الرجل أن يبيت عند امرأته ليلة كل 4 ليال، قضى به عمر رضي الله عنه وغيره، فدل ذلك على أنه يجب أن يبيت عندها، فإن لم يبت عندها من غير عذر لسفر وغيره فإنه لها الحق أن تفسخ عقد النكاح مجانا من غير عوض، لأنه ترك حقا من حقوقها وهو المبيت أو القسم أو الوطء أو النفقة أو غير ذلك من الأمور. أن ولو كان الشرط موجود، الشرط باطل ولكن العقد صحيح، لكن هي تسقط عن نفسها كل يوم بيومه، كل يوم بيومه، هذا من باب الإسقاط، سواء كان الإسقاط بعوض أو بدون عوض، سواء كان إسقاط لأجل يعني دائم أو مؤقت، لكنه يجوز لها أن تتراجع فيه لأن مثابة الهبة غير المقبوضة، كذا يقولون. النوع الرابع من الشروط لأجل الوقت أن نقول الشروط التي تخالف حقيقة العقد، تخالف حقيقة العقد أي تنقله من عقد مباح إلى عقد باطل. وهذه الشروط التي تخالف حقيقة العقد تبطل وتبطل العقد معها، فالعقد يقع باطلا. ومشهور المذهب أن الشروط التي تخالف حقيقة العقد إنما هي 3 فقط، وهي اشتراط المتعة والأجل سنتكلم فيها بعد قليل، واشتراط التحليل وسيأتي بعد قليل إن شاء الله، واشتراط الشغار. هذه الشروط 3 تبطل عقد النكاح. والرواية الثانية في المذهب زاد أمر رابعا مر معنا قبل قليل، وهو اشتراط ماذا؟ نفي المهر، وأدخله في الشغار، فقال هو داخل في الشغار، فنفي المهر اشتراط نفي المهر ألا مهر بيننا يكون مبطلا لعقد النكاح. نعم. سودة رضي الله عنها، سودة صح
العلماء يقولون يجوز أن تسقط حقها. احنا نتكلم عن الشرط، والإسقاط يجوز، وإذا أسقطت حقها جاز لها أن تتراجع فيه، ولكن ليس لها المطالبة بما مضى وأسقطته. لو أسقطته مدة شهر ثم بعد شهر هونت، فلها الحق أن تتراجع. إذا تراجعت خلاص يطلقها، أجل يطلقها، يتفقون عادي يطلقها أو ما يطلقها، عاد هذا بينهم. لا، هذا ليس هذا، يقول لك باختصار عشان بدنا نخلص الباب، هم يقولون إن هذا إسقاط للحق قبل ثبوته. الشخص لا يسقط الحق قبل ثبوته في نظائر كثيرة، مثل الوصايا. لو أن شخصا أوصى لآخر بألف ريال، قال إذا مت أعطوا زيدا ألف ريال، فقال زيد في حياة الموصي لا أريد هذه الألف، نقول لا يثبت إسقاطه، لأنه إسقاط قبل ثبوت الحق، فالرفض والقبول إنما يكونان بعد الوفاة. كذلك هذه المرأة أسقطت حقها في يومها، واستمر إسقاطها شهر سنة سنتين، هي حرة، لكن لها الحق أن ترجع إذا ثبت قسمها وثبتت نفقتها كل يوم، من يرون أن كل يوم منفصل عن اليوم الثاني متجزئ. بس أود أن نخلص هذه عشان الأخوان سب. أبشر من عيني ثنتين شيخي. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي. ذكر المصنف هنا حديثين أو ثلاثة في قضية النهي عن المتعة، وقد ذكرنا قبل قليل أن النهي عن المتعة أنها في الحقيقة شرط في عقد النكاح وشرط بالتمتع. يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى: إن المتعة لها صور. الصورة الأولى أن يعقد عقد النكاح وينص فيه على أنه متعة، فحينئذ نقول إن العقد يقع باطلا محرما لورود النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعجيب أن أكثر من روي عنه النهي عن عقد نكاح المتعة، وروي عنه ذلك من طريق 12 صاحبا له، هو علي رضي الله عنه، كما ذكر ذلك أبو الفتح البستي في كتاب له في تحريم المتعة. ودل ذلك على أن التحريم نهي المتعة متواتر عن علي رضي الله عنه النهي عنه، وهذا لأمر أراده الله عز وجل، أن رواية هذا الحديث جاءت من طريق هذا الإمام والصحابي الجليل رضي الله عنه ليظهر كذب ومين من انتسب إليه. هذه من جهة. إذن عرفنا الصيغة الأولى من صيغ المتعة، وهي أن ينص في عقد النكاح على أنه متعة. الصيغة الثانية من صيغ المتعة، وإن لم ينص فيه على لفظة المتعة، وهو أن يؤقت عقد النكاح، ويسمى تأقيت النكاح، فيتزوج رجل امرأة وينص في عقد النكاح على أن الزواج مؤقت لمدة شهر أو أكثر أو أقل، فنقول إن الزواج المؤقت حكمه حكم زواج المتعة، وإن لم ينص على كلمة متعة فالنتيجة واحدة. الصورة الثالثة من صور المتعة، قالوا أن ينص على الطلاق في مجلس التعاقد، يعني يتزوج رجل امرأة وفي المجلس سواء كتب في العقد أو في التلفظ، فيقول: وطلقتك بعد شهر، فينص على طلاق معلق في مجلس التعاقد. فكل طلاق معلق وأنشئ هذا الطلاق في مجلس التعاقد فإنه يكون مبطلا للعقد، لأنه يكون متعة، لأن حقيقته عندما يقول تزوجتك شهرا كأنه قال العبارة الثانية: تزوجتك وأنت طالق بعد شهر، فالحكم فيهما سواء. هذه الصورة الثالثة من صور المتعة. الصورة الرابعة من صور المتعة، قالوا أن يتعارفان أو أن يتعارف على الطلاق، وعندنا قاعدة نعلمها جميعا أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فلو تعارف الرجل والمرأة على أنهما سيتزوجان على أن يتطلقا بعد أسبوع أو بعد أسبوعين، فنقول إن هذا بمثابة المشروط شرط. ونحن عندنا قاعدة مرت معنا، لا أدري هنا أظن هنا تكلمنا عنها، أن الشروط 3 أنواع: إما أن تكون مقارنة أو سابقة أو لاحقة. فالشرط السابق هو كالمقارن إذا لم يأتي ما ينفيه قبل التعاقد. إذن فالحقيقة أن هذا بمثابة المنهي عنه. هذه الصورة الرابعة.
الصورة الخامسة، انظروا الصورة الخامسة، أن يتزوج الرجل المرأة وهو الذي ينوي الطلاق وحده، ينوي الطلاق، هي لا تنوي الطلاق وإنما هو الذي ينوي الطلاق. فنقول إن له حالتين: الحالة الأولى أن يكون هذا النية من باب الجزم، يجزم أنه سيطلق. فالمذهب واختيار الشيخ تقي الدين أن هذا النكاح باطل لأنه متعة، والعبرة بنية الرجل، وهذا الذي يسميه الآن بعض الناس الزواج بنية الطلاق، فهو باطل محرم وهو متعة ولا يجوز. ونقل عن الموفق أنه يجوز، والذي نقله الموفق رحمه الله تعالى إنما يوجه بأن المراد به الصورة الثانية سنذكرها بعد قليل. الصورة الثانية ممن إذا نوى الرجل الطلاق وحده أن يكون طلاقه مترددا، نيته للطلاق مترددة، فإنه ما من رجل في الدنيا إذا تزوج امرأة إلا ويقول احتمال أني أطلقها، كأن يكون عنده أولاد وبنات، يقول إن صلحت هذه الزوجة مع أبنائي وإلا طلقتها، إن صلحت لي في طباعها وإلا طلقتها. فهذا التردد هو المراد من كلام الموفق، وهو المراد من كلام غيره. وبناء على ذلك فإننا نقول مجزوم به أن الرجل إذا تزوج امرأة ليطلق، تزوج ليطلق، فإنه منهي عنه، فيكون حكمه حكم متعة. ولذلك يقولون، جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إنما النكاح الرغبة، والرغبة إنما تكون بمقصد النكاح، والمقصد من النكاح إنما هو السكن والألفة والاجتماع، وليس قضاء الوطر وحده. ولذلك فإن مشهور المذهب واختيار الشيخ تقي الدين، وهو الذي يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو موجود في فتاوى في الجزء 29، أن النكاح بنية الطلاق محرم، بل هو صورة من صور نكاح المتعة المحرمة، فحكمه حكم الزنا. إذن هذه أربع صور متعلقة بالمتعة. نعم، مش الوقت يا شيخ. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. نعم، هذا حديثان، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حديث علي، حديث علي طبعا جاء من طريق الحارث الأعور عنه، والحديث الأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه، رواه أحمد والنسائي وصحح الحديث الترمذي، وكذا الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في بيان الدليل، وكذا الجمال المرداوي فقد ذكر أن رجاله ثقات. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، لعن، ولا يلعن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على أمر محرم، بل ليس محرما، بل إنه من كبائر الذنوب. فدلنا ذلك على أن التحليل محرم بإجماع أهل العلم، فهو محرم، وهذا بإجماع أهل العلم التحريم. ولكن اختلف أهل العلم في صورة التحليل التي تدخل في التحريم وما الذي لا يدخل فيه. وقبل أن نتكلم عن الصورة سأذكر حكما سهلا، وهي أن الفقهاء رواية واحدة عندهم أن نكاح التحليل يقع باطلا، أن نكاح التحليل يقع باطل. ومعنى قولنا أنه باطل أنه لا يثبت به، يعني لا يثبت به تحليلها لزوجها الثاني، ولا يترتب عليه نفقة ولا أي أثر من أثار عقد النكاح. اختلف الفقهاء في قضية ضابط التحليل، فعندهم ثلاث صور نريدها. الصورة الأولى، وإن شئت تولد منها صورا أكثر، الصورة الأولى أن يتفق الرجل والمرأة على أن هذا الزواج تحليل، فلا شك أن هذه الصورة صورة من صور التحليل بلا شك. الصورة الثانية أن ينوي الرجل وحده التحليل ولا تنوي المرأة، يعني المرأة ما تدري، طبعا لا غرض لنا بالولي، العبرة بالزوج والزوجة لأنهما هما محل العقد. إذا نوى الزوج التحليل والمرأة لم تكن ناوية التحليل، فإن فقهاءنا رحمة الله عليهم يقولون إن هذا العقد عقد تحليل، فيكون عقدا باطلا، ولا تحل هذه المرأة للزوج الثاني. والدليل على ذلك هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل، فجعل العبرة بالمحلل والمحلل له، ولم يذكر الزوجة، فجعل العبرة بالزوج والمحلل له إذا كان عالما بالحكم، لأنه زواج غير صحيح، فحينئذ لا يجوز له أن يتزوج هذه المرأة. وهذا الحديث هو الذي استدل به أحمد على ذلك، فقد جاء في رواية حرب الكرماني عنه أنه قال: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، وليست المرأة فيه بشيء، أي ليست المرأة في الحديث،
وذلك قال ليست نية المرأة بشيء سواء كانت نوت أو لم تنوي. الصورة الثالثة أنهم يقولون إذا نوت المرأة التحليل ولكن الزوج لم ينوي التحليل، دخل لا يدري يريد زواج رغبة ولكن المرأة هي التي نوت التحليل، فمشهور المذهب أنهم يقولون إن هذا الزواج يكون زواجا صحيحا لأن العبرة بالزوج لا بالزوجة فيكون صحيحا، فليس العبرة بنيتها وإنما العبرة بنيته لأنه الذي بيده عقدة النكاح. المسألة الأخيرة قبل أن أختم، نحن جعلنا العبرة دائما بالنية، وهذه النية قد تكون متقدمة وقد تكون متراخية، والعبرة عند أهل العلم بوجود النية عند العقد. فلو كان الزوج قد نوى التحليل قبل العقد وعند العقد لم ينوي التحليل ليس استصحب النية. إيش معنى استصحب النية؟ يعني النية الموجودة ولم يأتي بقطعها ولكن لم يستحضرها، هذه استصحاب النية تسمى نية الحكمية. لا، لما جاء العقد نوى أن يكون نكاح رغبة، فنقول إن العقد يقع صحيحا لأن العبرة بالنية عند العقد، وأما ما قبل فلا عبرة به ما لم يستصحب حكمه. هذه مسألة. المسألة الثانية أن مسألة النية أمرها باطن، وذلك أحيانا كثيرة ما يكون في تعاقد وإنما الزوج هو الذي ينوي وحده، ومع ذلك جاء هذا الوعيد الشديد لتخويف الرجال، فإن جزءا كبيرا من عقود التحليل لا يستطيع القاضي أن يحكم بها لأن مبنية على النية، وذلك يجب على الرجل أن يخاف الله عز وجل. والزوج الذي طلق الأول لا يجوز له أن يرجع لزوجته إذا علم أن الزوج الثاني الذي هو المحلل قد نوى التحليل. نعم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.